بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا التواصل ما شاء الله مستمرا هنا بهذه الانطلاقات الجميلة، انطلاقاتنا المميزة. نذكر بصاحبة التوقيت الأفضل جواهر عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي، دقيقتين أو عفوا 6 دقائق ثانيتين. تهانينا يا أبو سالم على هذا الانطلاق، على هذا الناموس الجميل، على هذا الناموس الشيق هنا على أرضية هذا الميدان. شوطنا الخامس، الدفعة الثانية هنا لإبكار المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. من يرغب من أبناء القبائل فالباب مفتوح، اذهب هناك. اللي في المركز الأول أسياد سالم بن علي بن مطر بن علوان الكتبي، بينما اللي في المركز الثاني تواقة صالح بن محمد بن سالمين العامري. انتقل وياكم إلى المركز، هناك اللي في المركز الثالث العمالة ليسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. رابع المراكز من تأتي في هذه اللحظات صواب لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي. وفي المركز الخامس هناك من الجانب الثاني ما شاء الله دلوعة أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، بينما اللي في المركز السادس يا سلام شعار بالعكوي، شعار الأسد صاحب الشوط الأول الرئيسي مع فرحة أحمد بن محمد بن العكوي السلمي أيضا حاضر وعينه على النقطة الثانية. بينما اللي في المركز السابع، اللي في المركز السابع أيها الإخوة من تصل في هذه اللحظات الجميلة، اللي هي في المركز السابع هنا اللي هي شاهينية لحميد بن سيب بن حميدان. نقلتنا على المركز الثامن هناك من الجانب الثاني الخوارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، وأيضا السعيد محمد بن سعيد بن حلوة من يأتي سمحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز العاشر والأخير هناك من تأتينا في هذه اللحظات من حاف للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بالدبيلة. ها هي النتيجة، ها هي الأمور حتى هذه اللحظة سليمة، حتى هذه اللحظة في موقعها الجميل، في الموقع المميز. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. يا سلام يا تواقة والشعار العناوي هنا مسيطرة على المركز الأول لصالح بن محمد بن سالمين العامري. وصلت فرحة ثانيا لأحمد بن محمد بن العكوي السلمي. نقلتنا على دلوعة أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. وفي المركز الرابع أسياد أيضا تأتينا لسالم بن علي بن مطر بن علوان. وفي المركز الخامس هناك من الجانب الثاني اللي في المركز الخامس اللي هي حدث السيد فلاح بن سعيد بن فلاح بن يابر الأحبابي. ها هي النتيجة إلى المركز السابع واللسات، بينما اللي في المركز السابع هناك من تأتينا دمعة لزاهر بن فايل بن خريبيش على عويسي. وفي المركز التاسع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم مضمر السائح سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز العاشر هناك شانية لعلي بن محمد بن قناص العامري. ها هي النتيجة للمراكز ذعناها عليكم بالوفود تمام. ها هو الوصف التفصيلي، ها هو التقرير الثاني ولا الثالث اللي عطيناكم إياه وفاء تماما. نتمنى الله يحدث. سلامي على تواقة، هناك فرحة ودلوعة رباعية جميلة والانضمام أيضا من حافلها في هذه اللحظات الجميلة. ولكن الأمور يا جماعة حتى هذه اللحظة تبغي حدث فلاح بن سعيد بن فلاح بن يابر الإحبابي، بينما توقف المركز الثاني صالح بن محمد بن سالمين العامري. دلوع أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. يلا يا أبو محمد. المركز الرابع فرحة أحمد بن محمد بن العكوي السلمي. وفي المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مضمر السائحة سعيد بن عبيد الحميري. هكذا كانت
هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا. الله 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 يا حدث، الله يا دلوعة، يا سلام. الثنتين 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 الأحبابي وبالدنة، الأحبابي وبالدنة، الله يا الأحبابي سلامي عليك بالدنة. ولكنها حدث، حدث في مثل هذا اليوم، حدث في مثل هذا التاريخ. الله يا فلاح، الله يا فلاح، الله يا فلاح. يا سلام بن سعيد، الله يا سلام، يا سلام. صاحبة الشوط الرئيسي على أرضية ميدان الوثبة، الوثبة هناك مع الأحبابي. يا سلام يا حدث، سق الله دارك يا الأحبابي. الله سلام 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 سلام. فلاح بن سعيد بن فلاح بن يابر الأحبابي، سلام. تحية واحترام لمالك جماهير هذا الشعار. ثاني النموذج المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برز مكتوم المركز الثالث، احمد بن عبد الله محمد بن هلي المركز الرابع. هناك تواقف في المركز الرابع صلاح بن محمد بن سالمين العامري، صالح بن سالمين العامري المركز الخامس. من تاتي في هذه اللحظات هل هي رساله سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم؟ هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز، دعناها عليكم بالاهتمام. 6 دقائق 6 ثواني 25 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. الحين بيشوف السادس.